اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا. ايه رايكم النهارده نلف ونسافر في بلدنا ونروح لابعد مكان فيها؟ نروح فين؟ تعالوا نروح الصعيد ونروح النوبه. هنروح الصعيد ونجيب عدس صعيدي، عدس الجبه، علشان نعمله عدس مدمس. ولو ان مشهور بانهم بيعملوا العدس المدمس كتير في وجه بحري، بس اساس العدس الجميل اللي من وجه قبلي اللي احنا العدس نفسه. فجبت العدس وهروح لحته ابعد وهروح للنوبه. في النوبه لقيت عيش بسيط جدا وجميل وطعمه حكايه. مش هقول لكم ان في حاجات تشبه له ولادنا دلوقتي بيجروا وراها وهو ده اللي عايزين ياكلوه. عيش في منتهى البساطه. مش هقول بقى يعني عنه غير ان لو عندي حبة دقيق وشوية مية هطلع لولادي رغيف عيش على طاسة على النار. عيش اسمه عيش الدوكة. يعني ايه عيش الدوكة؟ الدوكة ده نوع توابل؟ لا، الدوكة ده عبارة عن حاجة زي دي كده بس صاج تقيل او حديدة تقيلة جدا بيبقى تحتها نار، وهي دي زي ما احنا دلوقتي بنقول احنا هنشوي حاجة على جريل. كل حاجة دلوقتي بنقول على جريل. طب شوفوا بقى في النوبة عندهم الدوكة. الدوكة دي طول عمرهم بيعملوا عليهم كل حاجة، يعني من عيش لحاجات كتيرة قوي، يعني هم متقدمين. أنا هعمل لكم النهاردة عيش الدوكة، بس قبل ما أبدأ فيه هحط العدس بتاعنا على النار. مكونات عدسنا بسيطة زي بساطة الصعيد. عندي عدس وعندي بصل وفلفل وثوم وفلفل حامي طبعا وطماطم. اول حاجه هعملها اني انا هجيب شويه زيت صغيرين وهحطهم هنا، تقريبا دول 3 معالق زيت وده ربع كيلو عدس انا غسلته ونقعته شويه، وهحط البصله وهقلب تشويحه بسيطه للبصله. بصوا عشان انا مجرد ما حطيتها عشان الدنيا هنا سخنه، وهروح حط عليها العدس. بصوا يعني اهالينا او جدودنا كانوا بالهم رايق، بيعملوا الاكل بسيط بس طعمه جميل. من جمال طعمه بقى يعني يقعدوا ياكلوا فيه، وغير كده بقى قاعدين بقيت يومهم يقدروا يعملوا حاجات تانية كتير، او يمكن ده بيعملوا في اخر يومهم بعد ما كانوا عملوا اشغالهم اللي وراهم، وييجوا يعملوا شوية عدس بصاد. بس الطعامة مش قادرة اوصفها لكم. انا شوحت العدس مع البصل، سايباه بيتشوح مع بعض، وهجيب توم وهقطعه. بصوا حتى التوم مش مدقوق، التوم متقطع. التوم اللي متقطع ده يبقى بيدوب في البق زي الزبدة لما بيستوي، وطعمه بيبقى رائع، بيدي إضافة حلوة قوي لأي حاجة بيتحط فيها. وادي التوم حطيته وقلبت. بصوا هنا مش هعمل أي حاجة غير إني أنا هبدأ أحط إضافاتي. هحط مية وتغلي معايا بس يستوي فيها. خلوا بالكم العدس اللي بيتعمل مدمس يمكن احنا دلوقتي ما بنلاقيش الا هو نوع عدس واحد موجود في السوق بيستوي بسرعه، بس العدس المدمس المفروض انه ليه نوع اللي هو العدس الصغير جدا، بيقولوا عليه العدس الصعيدي. العدس الصغير جدا هو ده اللي المفروض نستخدمه في العدس المدمس. بياخد وقت في سواه، فاحنا بننقعه في شويه ميه وبندلق ميته بس عشان ما يربكرناش الهضم، وبعد كده بنشوحه مع البصله واحط معاه التومه الشرايح. وانا مجهزه الفلفل والطماطم والفلفل، بس ده هقطعه قبل ما ابدا اعمل العيش. طبعا الحامي ده بقى اللي عايز الاكله مشطشطه قوي يحطه وهو بيشوح البصله، يعني هتديله اكله ايه؟ بس اللي هو عايزه في الهادي كده يخليه يعمله يحطه مع الاضافات. قرب السوا هحط الفلفل وهحط ايه وهحط الطماطم. بصوا بقى عيش الدوكه ببساطته، مقدار من الدقيق قده مقدار ميه. بصوا انا مقدار الدقيق عندي اهو هحطه، وحفظت شكله كان هنا قد ايه، هحط قده مقدار ميه.
الميه دي سخنه. الوصفه الحقيقه ما قالوش فيها، يعني لما انا سالت ناس ما قالوليش الميه سخنه ولا مش سخنه، بس انا وانا بجربه علشان اعمله مره واتنين ففكرت مره اني انا اعمله بميه سخنه هتساعده اكتر انه يستوي اسرع على الطاسه، فلقيته ادى معايا نتيجه اجمل. انا بقى ضفت عليه اضافه بسيطه جدا، اني انا قلت هحط عليه رشه بيكنج باودر، هو بيبقى عليه ملح، يعني دول تقريبا 4 كوبايات دقيق احط عليهم نص معلقه ملح بس، هي دي مقاديري. بس منال عملت من عندها اضافه يعني حسنت منه اكتر او خليته اخف، حطت تقريبا نص معلقه بيكنج باودر برضه، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش وبرضه العيش هيطلع جميل، ده كفايه ان احنا عاملينه من التراث بتاعنا بس كده. وهقلب الملح في هنا طبعا في النوبه، ودي اكله قديمه انا مش بقول على دلوقتي، انا بقول على الاكلات القديمه، ما كانوش بيعيروا، عينهم هي مقياسهم، فاحنا عشان كده انا فضلت معاييرش بالكوبايه، انا مع اني كاتبه المقدار بالكوبايه بس انا قلت هعمله يعني اوريكم ازاي قد ايه الحاجه بالنظر وتشبع حاجات نعرفها. عارفين قوام الطحينه لما بنعمل سلطه الطحينه ويبقى ليها قوام حلو بيمط كده، احنا عايزين القوام ده. انا هنا مش هحط الميه كلها، هحط واقلب كده، بصوا هحط تاني لحد لما تديني القوام اللي انا عايزاه. وهنقل العدس على عين صغيره، هنقله هنا عشان اسخن الطاسه للعيش. بصوا بقى انا هفضل اقلب اقلب كده، مش عايزين نخلي فيه كلاكيع دقيق. بصوا عملته مقدار لمقدار وطلع مظبوط جدا معايا. عايزه اوريه لكم بالكبشه، بصوا قوامه عامل ازاي، تحس ان هو قوام كريمي شويه كده. هنضف بس مطرح الدقيق، وهو على فكره ما بيلزقش في الطاسه، بس عشان اتعودت اي حاجه اعملها احط في الطاسه حبه زيت، فانا هبدا في الاول برضو بحبه زيت احطهم في الطاسه، بس هو ما بيلزقش. وهحرك الطاسه كده، بعد كده بستمر بقى في التسويه من غير ما احط زيت ولا حاجه. عايزه بس اشوف العدس على ما الطاسه تسخن. العدس هنا انا هوطي عليه عشان يستوي براحته، وهو محتاج يتزود شويه ميه هزوده. بصوا بقى عيش الدوكه دوت كانوا بيعملوه يصبوه بالكبشه ويعملوا عليه كده بالكبشه، لو احنا مش هنعرف نعمل الحركه دي ممكن بقى بسباتي ولا باي حاجه احنا نفرده، بس المهم في النهايه هيطلع معانا عيش شكله جميل. معلش علشان تشوفوا العيش المخرج عاوزني انقل الحله، فانا هنقلها. طفيت اللي انا عايزاه. انا هجيبها جنبي هنا. بص انا هعمل ايه، انا هاخد بالكبشه وهنزل بالكبشه وافرد، انزل وافرد، انزل وافرد، اهو احط كده وافرده، احاول افرده في الطاسه كلها بالكبشه. اجيب حبه كمان واجيبهم كده على طرف الطاسه. بصوا وبتفردوه كده بالكبشه اهو،
بس بنفضل نفرد 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 كده. بصوا على طول هو اتحرك، بس هو بيكون طري. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، انا اول مره جيت اعمله هم طبعا قالوا ان هو بيتحط شويه على الجنب ده وشويه على الجنب ده، بس الدوكه دي عباره عن حاجه حديد تخينه وتقيله جدا، فشايله نار كتير مش مباشره، فبالتالي بتسوي فعلا من تحت كويس ومن فوق كويس. اما هنا لو انا سبته مره تحت ومره فوق زي ما بنسيب بقى الكريب والحاجات العجاين الخفيفه دي، هيتلسع معايا من تحت وفي نفس الوقت مش هيستوي كويس. فانا بعمل ايه؟ بروح قلباه وبجيب بقى كبشه نظيفه او اي حاجه في ايدي نظيفه وبضغط عليه كده. الضغطه دي كده بقى بتطلع فقاقيع هواء وبتخلي الرغيف يبدا يخف معايا، يعني نسيجه وانا باكله يبقى حاجه خفيفه. وهخبط عليه كده اهو، وابص الاقيه بدا يعمل لي ايه، فقاعات من جوانب وبينفخ بقى ساعات معايا، ساعات ابص الاقي ايه الرغيف في حتت كده نفخت وترجع تهبط تاني. وهقلبه كده، هفضل اقلبه بتاع 4 مرات وهضغط عليه وهوريكم. انا عايزه اوريكم بقى شكله في النهايه لما بنطلعه بيبقى عامل ازاي. انا هسيب ده كده دلوقتي وهوريكم. بصوا بيبقى عيش شكله جميل ازاي وطري، يعني انا لما بحاول اطبقه بيتطبق، ولو عايزين نلف فيه حاجه ونحطه في سمنه او في زيت بيتلف، بس لازم نفضل ايه نفضل مغطيينه كده اهو لحد لما نيجي ناكله. انا بقى هكمل معاكم عيش الدوكه وهطلع فاصل صغير، استنوني عشان نرجع نكمل العدس البدبمس بتاعنا.